هذا سؤال للمحتفلين بالمولد النبوي صلى الله على نبينا محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا سؤال أو عدة أسئلة للمحتفلين بالمولد النبوي. أولا، أول سؤال، هل هذا الاحتفال طاعة أو معصية؟ يعني كل أمر في هذه الحياة إما شيء، إما أن تكون طاعة وإما أن تكون معصية، وإما أن يكون أمرا مباحا، ليس بطاعة وليس بمعصية. فأي أمر يتعلق بالدين إذن هو طاعات. فنسأل، نقول هل هذا هل هو طاعة أم معصية؟ ما دام أن هذا الأمر ظاهرة أنه شيء متعلق بالدين، فيه قربة ظاهرة، بالتالي نسأل هل هذا طاعة أو معصية؟ لأن الآن ترون أديان كثيرة موجودة، هل كل من يعني يتدين بشيء هل هو يطيع الله عز وجل؟ ليس بالضرورة، بل هناك عبادات الله هي معاصي لله عز وجل، عبادات من البوذيين والوثنيين ومن يشركون بالله عز وجل من اليهود والنصارى، فهم يقولون ظاهر هذا الأمر عبادات لكنها حقيقة معاصي. فالسؤال هل هذا طاعة أو معصية؟ فإن كان الجواب أن هذا الاحتفال طاعة، فنسأل هل علم بها النبي صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ هذا السؤال. فإن قيل علمها النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل نقول هل بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطاعة؟ فإذا قالوا بلغنا، أو فإذا قيل بلغنا، فهنا تحدي أن يأتوا بدليل واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا ذلك. وإن كان لم يبلغنا أي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه، فهذا اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله أنه كتم شيئا من الرسالة. فإن قيل جهلها، فلا شك أيضا هذا اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه زندقة نعوذ بالله. إذن لم يتبقى لنا بعد ذلك كله إلا أن هذا الاحتفال معصية لله. ولذلك سبحان الله، تلاحظون الأمور المرتبطة بهذا الاحتفال كلها أمور معاصي نعوذ بالله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد أن كثير من يقعون في هذه الاحتفالات يقعون في كثير من البدع والشركيات نعوذ بالله، والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وتحضر يعني من يحضر هذه المجالس يعرف أنها بفطرته السليمة أنها ليست حقيقة هذه المجالس قربة إلى الله، بل هي قربة للشيطان. فاتبع ولا تبتدع. وهنا أيضا أمر أختم به، الدين يا أحبه غير مبني على العواطف، بل هو على العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فلا بد أن نتعبد الله سبحانه وتعالى كما يريد الله عز وجل. ذكر الإمام مجدد محمد عبد الوهاب أن كثير من المشركين فيما معنى كلامه عندهم حب شديد لله، لكن هذا الحب إذا لم يعقبه اتباع فلا يفيد هذا الحب شيء. واضح يا أحبة؟ لأن الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا هو الحب الصادق. أما من يدعي حب الله عز وجل ويظهر أشياء كثيرة أنه يحب الله سبحانه وتعالى وهو بعيد عن تطبيق دينه والمضي على سنة نبيه، فهذا حب زائف زائل لا ينفع صاحبه شيئا نعوذ بالله عز وجل. فانتبهوا يا أحبة لهذه الأمور، فالنجاة كل النجاة في من اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والهلاك كل الهلاك في من
خالف نهجه صلى الله عليه وسلم وابتدع وانحرف وزاغ عن جادة الحق وجادة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم.